دلوقتي عند محل صغير شوية في شارع الترعة اسمه الإمبراطور جنب أهل الشام. بصراحة أنا بحبه لأنه فيه تشكيلة كبيرة جدا وكمان أسعاره حلوة. تعال نتفرج كده. احنا هيورينا اهو الستاند ده، قلت لي نازل عليه عرض 35. توريني كده فكرة الطرحة بس للبنات، ده شيفون ولا ايه؟ كريب شيفون. كريب شيفون دي طرحة نصين يا بنات اهي. تمام. طيب دي الارم دي نصين. ماشي. مين على كده؟ ماشي. طب والسكارف ده؟ 25. 25. طيب تعالوا نشوف برضو، شايفين الاسعار حلوة قوي. ده بكام؟ 35. 35 وفي الابيض منها مقاسات. طيب تعالوا برضو ندخل نشوف شوية السكارفات هنا. دي الماتيريال بتاعتها ايه؟ في ستان وفي كريب، بس ده الأغلبية ستان. ستان وقطن. عاملة كام تقريبا؟ 65. 65 حلو قوي بنات اللي بيحبوا السكارفات. هنا بحاول اجيب لكم التشكيلة كلها. طيب تعالوا ندخل نكمل. طب تعالى معايا معلش تشرح لي ال دي هنا ال هنا قطنيات وكريب شيفون، بس فين الشغل الثري دي اللي هو الشغل زي كده. عارف رجلك واحد الماتيريال اعلى شويه. تمام تمام. دي طويله اهي يا بنات. دي 180. تمام. عامله كام بتقول؟ 65. مش احنا ناخد بس نبذه مختصره كده عن الاسعار سريع. طيب ده برضو الكويتي. ده الكويتي عامله كام؟ الوانه برضو اهي. ده 65 برضو المربع. اهي شايفين المربع ده كله 65. في الكويتي وفي الماتيريال ايه تاني؟ في الكويتي وفي الماليزي وفي السوري وفي التركي. ده الكويتي. حلو. ده الماليزي اللي هو عريض شويه. تمام. ده تركي برضو. في نظام حاجه زي السوري اللي هو نظام التولات. زي كده. وفي الماتيريال. حلو قوي. طيب ندخل بقى على الشيفونات العاديه. في كريب ساده وفي مشكل. ده الكريب الساده عامل كام برضو؟ 35. ده الطويل نفس الطول ده. حلو قوي. الكبيره شايفين الاسعار بتاعي. الاسعار دي مش موجوده في اي مكان اصلا يعني. ده المشجر 65 برضه. حلو. باشكاله كلها. تمام. في بقى من دي الكنزه الساده صغيره 25. شايفين اللي هي اللي هي دي 25. ده بقى انا بعشق الستاند ده، انا دايما اجي اجيب منه. في الوان رهيبه يعني. هي ماتيريال انا مش عارفه هي بالظبط ايه. كتير. بص اللي معاكي دي قطن سوفت. تمام. الالوان فيها زي الجارديال كده يعني. بصوا ده، بصي ده بس اللي تبع المستورد. تمام. انما ده كله كده 35. ده شايفين الستاند ده كله طبعا الوان رهيبه. كل الدرجات تقريبا. دي برضو سكارف. دي طرحه. ماتيريال ايه بقى؟ اسمها ايه دي؟ دي غالبا قطن. لا دي مش قطن، دي زي الفسكوس كده. عامله كام؟ 65. 65 دي اغلى حاجه في المحل. 65 يعني عموما الاسعار رنجها من 30 ل 65. ده برضو اهي حاجه كده. دي شيفونات. شيفونات دي بقى القطنيات سواء القطن الفوم او القطن الشاش او القطن اللي هو الجبردين. كله موجود. وفي اللي هي الطرحه اللي هي النصين لون ولون. احنا برضه اللي هي زي دي، بس دي العريضه 2 متر في متر. عرضتك واحده تشوفيها. تمام. اهي نصين اهي يا بنات. يمكن تكون كده وضحت شويه. اهي 2 متر في متر. يمكن مش باينه. دي العريضه. تمام. اللي هي ما بتلفش. تمام. ده ايه بقى؟ ده دي طرح ستانات. ستانات عامله برضو كام؟ 65. 65. تعالوا بقى اتفرجوا بنفسكم. كل محتاج بقى اي لون هتلاقوا كل الالوان تقريبا. انا عموما ابعت لك لينك الصفحه. هناخد برضو لينك الصفحه بتاعتهم ونشترك بقى في الصفحه وتفرجوا. اللي عايز يسال على اي حاجه هو يرد عليكم.